وبزاف الناس كيدخلوا في مشروع ناجح جدا 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 اي ولا لا ما كيزيدوش لقدام بسبب شنو؟ الا طورتي راسك غير ب1% وما بلاد ما تزفتها وترى عرفتي واحد خاينه في الطريق اش داير ليا وما عرفتش اش داير ليا واش داير ليا كدوي كدوي مع الاخ ديالك كتقول له بغيت ندير هذا الفيلم هذا انت كتشوف شوف هذا البروجي هذا كيقول لك ناضي كيقول لك ناضي غريب خدا ورقه حمراء الكاميرا دارت للمدرب والستاف الستاف شنو كاوزو يدو من السما المدرب اللي عنده عقليه ديال المقاول وعنده القدره ديال التاقلم كبيره بزاف اشنو دار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على الحضور ونهار كبير هذا كبير بكم طبيعه الحال ما حنا راه ديما هنا. قبل ما نبداو اول حاجه صلاه والسلام على خير الخلق حبيبنا رسول الله عليه وسلم. دوزو ديريكت الموضوع اليوم كما قلت لكم سيت اون بريزونطاسيون واحد بريزونطاسيون لي امبروفيزي مع المونه اخر لحظه. دونك حاولت نشوف شي موضوع اللي ما غاديش ننفعوا به غير الناس ديال دي اكس ان من نفعوا به الناس في اي حاجه بغاو يديروها في حياتهم ماشي غير دي اكس ان. ما كايناش غير دي اكس ان في الدنيا كاين اللي كيدخل دي اكس ان ما مكتبش لانه يكمل كيمشي لبلاصه اخرى ولكن المعلومات اللي خدا من هنا كينفعوه في المسار ديالو في الحياه في حاجه اخرى. دونك النقطه اللي كنا كندويو كنتناقشوها مع مجموعه ديال الاصدقاء هو اغلبيه الناس كيقول لك الا بغيتي تنجح اشنو خصك دير شنو خصك دير شنو خصك دير شنو خصك دير شنو خصك دير ولكن حنا شنو دوينا واحد النقطه زوينه بزاف قالها واحد الصديق قال لك بانه الا الانسان ما خصوش غير يشوف غير يدرس غير الناس الناجحين فاش كندرس الناس الناجحين مزيان كنعرف شنو خصني ندير ولكن في الناحيه الاخرى كاين الناس الفاشلين حتى هما يستاهلوا الدراسه ماشي غير فاشل نهرب منه لا ولكن فاش كندرس الانسان الفاشل كنعرف الحوايج اللي ما خصنيش نديرهم وبعض المرات راه الحوايج اللي ما خصنيش نديرهم كيكونوا اهم 100000 مره من الحوايج اللي خصني نديرهم حيت نقدر نكون غادي بواحد الوتيره نورمال عاديه جدا وديك الوتيره غادي توصلني ما نحتاجش نطور من راسي باش نمشي بوتيره اسرع ولكن الفرانات عندهم واحد الاهميه اكثر من التطوير الا حيت غير الفرانات كتزاد السرعه بلا ما نزيد نطور راسي وانا راه عندي الفرانات داكور. دونك شنو الفكره اللي قلنا غنحاولوا ندويو اليوم على الاخطاء القاتله الاخطاء القاتله ماشي غير في العالم ديال لونتربرونيا ولا عالم المقاولات ولكن في الحياه اون جينيرال ندوي على جوج ولا ثلاثه ديال الاخطاء اللي كيخليونا في الحياه ديالنا في المعاملات ديالنا في التجارب ديالنا مع الناس في جميع الامور اللي كنديروها في حياتنا ما كنزيدوش لقدام داكور على بركه الله. شنو قلنا الاخطاء القاتله ونخليها مفتوحه باش بنادم يضر راسو ياك ضروري شويه ديال وليتي كتدخل هاد الايامات اليوتيوب كتقول فضيحه فلان فضيحه فلان كتلقى الفيديو ها فيه ما فيه والو مصورين لك شي زرزم في ضرب السلطان دونك العنوان مهم مزيان نقول الاخطاء القاتله. اول حاجه بغيت ندوي عليها في هاد الاخطاء القاتله اللي هي النقطه الاولانيه اللي غندوي عليها سميتها انايا البدايه من النهايه. اول خطا كيطيحوا فيه بزاف الناس وللاسف وهذا الخطا بغيت ندوي عليه بزاف. علاش؟ لان اغلبيه ديال الشباب ديال هاد لا جينيراسيون اللي كاينين دابا وما ندويش على الشباب حيت ديما حنا حاكرين على الشباب كيقول لك شباب 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 ولكن داكشي ديال التيك توك وداكشي ديال الفيسبوك راه اثرت على الناس الكبار ماشي غير الشباب حتى هما. راه وليتي كتلقى الشباب غير خارج كيدبر في خدمه وبا نهار كامل هو كينقي في العدس في التيك توك. دونك ما نحكروش غير على الشباب هذه غلط اللي عند بزاف الناس كيديروا هذا الغلط هذا. وشنو سميتو انا سميتو البدايه من النهايه. شنو المعنى ديال البدايه من النهايه؟ حنا غنفسروا دابا بدايه من النهايه. احسن طريقه باش نفسر لكم هذه النقطه هذه بكل بساطه الوليد كان كيقول لي فاش يلا خرج كنقلب على خدمه كيقول لي اسمع وليدي حاجه واحده اللي كتبدا من الفوق هي تسيق الدروس اما شي لاخر اي حاجه بغيتي ديرها في الحياه ديالك الا وكتبدا مناش من التحت كتبدا من البدايه. وهاد الامور هذه كندوي هاد المره قال لي واحد السيد نتوما ديما كدوا على الحيوانات حنا راه بنادم حنا راه ماشي حيوان راه كاين فرق بين الانسان والحيوان. يعني الا شفتي غير الخلق ديال الله سبحانه وتعالى كتعرف بان ربي صيفط لينا بزاف ديال لي ميساج عن طريق هذا الكون هذا اللي خلقه لنا سيدي ربي. والله سبحانه وتعالى فاش خلق هذا الكون خلقه عنده بزاف ديال القواعد اللي ما كتقدرش دوي ديك القواعد اللي ما تقدرش تخرج عليها. ومن هذه القواعد هو ان شنو كنلقاو بان اليوم نهار فوقاش كيبدا النهار كيبدا مع 12 الليل كيكون ظالم 12 الليل وكيبدا طالع النهار ديك الساعه بشويه 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 والساعه الاكثر ظلمه في اليوم هي قبل الفجر قبل ما يطلع النهار. وفاش كيطلع النهار كتمتع بواحد المنظر زوين وكتبدا شنو كتبدا الحياه كتخرج من داك الهدوء. شنو كيبدا كتبدا الحياه كتبدا تسمع العصافير كتغني كتبدا تسمع هذه وكذلك هذه من بعض القوانين ديال الطبيعه هذا قانون ديال الطبيعه. وحنايا شنو
حتى حنايا داخلين في الطبيعه، حنا ما خارجينش على الطبيعه. وبذلك اي حاجه بغيتي تبداها في الدنيا ضروري ما كتبدا بالظلمه. ما يمكنش من النهار الاول تبدا شي مشروع وتبداه بالضوء، لا، كيبدا بالظلمه وكيبقى داك المشروع كيتظلم كيتظلم وكتبتالى وكتأزم. ولكن فاش كتوصل لواحد الوقيته العز ديال الازمه شنو كتعرف؟ بان قريب يطلع الشمس. وللاسف الشديد اغلبيه ديال الناس فاش كتوصل ديك الوقيته ديال العز ديال الازمه كيقول هادشي ماشي ديالي وكيحيد الجاكيطه وكيخرج فحالاش. الوغ كون صبرتي غير شويه كان غيجي داك لو لوفي سولي، كانت غتطلع ديك الشميشه الزوينه وكنتي غتتمتع بشويه ديال النجاح. الوغ البدايه ديما الا بغيت نبدا اي حاجه في حياتي ديما نعقل على هاد القضيه، نبدا من الاول من الزيرو ونجاهد شويه في النفس ديالي، وداك الزيرو الا ما بديتش منه راه عمري ما غنوصل. نقدر نكون انني واصل في واحد المجال اخر ولكن جيت لهذا المجال نحيد ديك الكاسكيطه ديال انني واعر هنا ونهز الكاسكيطه ديالاش ديال التلميذ ونبدا من الزيرو. حيت نقدر نكون واعر وكنطلع الصواريخ ولكن نجي المجال مثلا ديال المكملات الغذائيه راه ما كنعرف فيه حتى زفت، ولا جيت ندخل المجال ديال المكملات الغذائيه بنفس السرعه اللي كنت غادي بها فيها في المجال ديالي راه ما غاديش ننجح امبوسيبل ننجح. دونك هذه النقطه اساسيه اللي هي البدايه من النهايه. نحاولوا ديما نفكروا راسنا هذه القضيه هذه، وهذه من النقاط من الاخطاء القاتله كاين اللي ما كيشوفش الاهميه ديالها، ولكن انايا بحكم التجربه اللي عشنا مع بزاف ديال الناس كنلقاو بان عندها واحد الاهميه كبيره بزاف وكتكون من اسباب الفشل ديال بزاف الناس واسباب ان بزاف الناس كيتراجعوا على مشروع معين. الوغ كو داك المشروع مشروع ناجح جدا، ما كندويش غير على هنا، كندوي على مشاريع اخرى كيدخل المشروع ناجح جدا ولكن في دماغه مبروغرامي على انه غيبدا بشنو؟ بالشمس طالع من البدايه، غيبدا بواحد النجاح من البدايه، غيبدا بواحد الوغ كو لا راك انت مشيتي شنو؟ مشيتي الحلقه الاخرى، فهمتيني؟ حنا ديما كنتفرجوا في الافلام ولكن سبحان الله العظيم ما عندناش هذه القدره التحليليه، ما كنحلوش الامور اللي كنتفرجوا فيها. كتفرجوا في الافلام ديال الابطال الخارقين، ديما البطل الخارق كتلقاه في البدايه شنو؟ ما عندوش ريال وميت بالجوع وساكن في واحد البارطمان ما فيها ما يتشاف ومكرفصه ومصيفطين ليه رساله ديال الاخلاء حيت ما مخلصش الكرا وما مكرفص، وعاد كيبدا شنو؟ كيبدا كيتقاتل بشويه 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 بشويه، عاد من بعد كيولي واحد البطل خارق. وانت جيتي شنو؟ بغيتي من ياك اسم محمد ولكن هذيك هي اللي كتخلي الامور عندها واحد الحلاوه. تخيل معايا غير تخيل ولو لدقيقه ان اي حاجه في الدنيا بغيتي ديرها كتصدق، اي حاجه بغيتي ديرها في الدنيا غتصدق، ما غتبقى باغي دير والو حيت غتدخل في واحد النوع من الملل وصافي. ما درتي الاولى وصدقات والثانيه وصدقات العاشره وصدقات الخامسه وصدقات 100 مره وانت كدير 100 حاجه كلهم صدقوا، غيجي شي واحد يقول لك اجي ندير واحد المشروع غتقول راه غيصدق صافي عارف. ولكن الحلاوه ديال الامر هو كاين تقدر تصدق تقدر ما تصدقش، وكاين واحد بزاف ديال المشاكل في هذاك المشروع، ولكن شنو؟ كنحط دماغي ونعصرو ونتقاتل مع هذاك المشروع باش في الاخر شنو؟ نشوف داك الشروق ديال الشمس ونتمتع بداك الشروق ديال الشمس. وفاش كيطلع داك الشروق ديال الشمس كنعرف راسي شنو؟ استاهلته، لانني ضربت ديك الظلمه وتكرفصت في ديك الظلمه واستحملت ديك الظلمه. داكور مزيان هاد النقطه هادي، حلو. كاين شي تعقيب على هاد النقطه ولا لنمر؟ عزيزش عليا انا شوفوا راه ما مقطعينش شي كي داخلين السينما اللي بغى يقول شي يقولها الله يرحم الوالدين. ماشي بانت لك شي فكره ما واضحاش حبسني يقول لي اخويا زين راه ما واضحاش الفكره على الراس والعين. سي بون باس لا دوزيام، ندوزو للثانيه. مرحبا، البدايه من النهايه النقطه الثانيه، وما هي من النقاط الجميله جدا واللي كنشوفوا انها كتخلي بزاف ديال الناس حتى هما كيلقاو العراقيل. شنو كنسميها انايا؟ كنسميها الاستهلاك قبل شنو؟ قبل الانتاج. الاستهلاك انا عندي مشكل مع العناوين، انا باقي نعقل في ايامات كنت كنقرا في المدرسه كيقول لي صوبنا بريزونطاسيون، كنصوب بريزونطاسيون فيها ثلاثه العناوين، كيعيط لي شي واحد كسول كيقول لي صيفط عليا راه ما صوبتش بريزونطاسيون، كنصيفط عليهم كيفهم والو، يجي تشوف غير العناوين ما غتفهم حتى حاجه، خص ضروري نكون انا ماشي باش نشرح لك داك الشيء شنو المعنى ديالو. الوغ الاستهلاك قبل الانتاج، كاين واحد المقوله امريكيه شنو كتقول لك؟ كتقول لك if you want to be a leader you have to start by being a follower. المعنى ديالها شنو هو؟ انني الا بغيت نكون قائد خاصني بعدا نبدا ونكون تابع لواحد القائد، ما يمكنش ليا من النهار الاولاني نبدا ونكون قائد من سابع المستحيلات. انا بدلت له التعبير وشنو قلت؟ الاستهلاك قبل الانتاج. الا مشيتي عند الجزار قلتي لي بغيت الكفته كيخشي اللحم من هنا كيخرج لك الكفته، مشيت للوزين كيصاوبوا مثلا القوامش ديال التكستيل، شنو كيدخلوا من هنا؟ ثوب، صديف، خيط، كيخرجوا من الجهه الاخرى كيخرجوا القوامش. من سابع المستحيلات انك تنتج اي حاجه في الدنيا بلا ما تستهلك اولا، ولكن شنو السر في الاستهلاك؟ الاستهلاك بحكمه والاستهلاك بواحد القدره ديال التحليل. هذا عبد ربي الضعيف من النار كنت صغير ونعزيز عليه المحاضرات، ولكن قبل ما نطلع اول مره باش ندير محاضره باش بديت؟ بديت انني كنتفرج بزاف الناس كيديروا محاضرات، كنستهلك لو ماكسيموم، كنعمر دماغي بجميع المعلومات اللي عارف ان محتمل نقدر نحتاجها واحد النهار فاش نطلع ندير محاضره، وكنستهلك بحكمه وبواحد التحليل ديال كاع داكشي اللي كنستهلك، كنشوف هذه زوينه نتفرج فيها، هذه خايبه
حتى هي نتفرج فيها باش نعرف الامور اللي ما خصنيش نديرهم. ودوز السنين ديالاش ديال الاستهلاك والتخزين باش قدرت واحد النهار انني نطلع وشنو ننتج شي حاجه زوينه قدام الناس. ما نقدرش ننتجها من النهار الاولاني، غير نجي ندخل في الانتاج. هاد النقطه علاش اساسيه في الفشل؟ علاش كنقول لكم من الاغلاط اللي كيديروها الناس في الفشل؟ دابا كتشوف غير لي جون كيدخلوا مني. انا وجبت نهار ديت الدبلوم ديالي، دخلت للشركه وبديت خدام، ضربت واحد الشهر ونرجع عند الواليد كيقول لي كي غادي الخدمه، كنقول ليه راه عندنا واحد خونا في الخدمه كيتامر عليا. الوغ كون النفيسه ديالي ما قبلاتش انه يتامر عليا، ولكن خصني نجاهد في نفسي وخصني ناخذ الاوامر في البدايه. ما يمكنش تبدا من النهار الاولاني ونعطي انا الاوامر للناس، لا ما يمكنش. وتقول لي لا راه الباترون وما عرفتش زفته. اشنو دوينا؟ دوينا على باترون فاشل وباترون ناجح، بجوج بهم كتستافد. راه كتستافد مع الفاشل وكتستافد مع الناجح. يعني واخا عطاك اوامر وهو فاشل، الجميل في اخذ الاوامر اللي بزاف الناس ما عارفينوش هو انك ما كتحملش المسؤوليه ديال النتيجه. حيت ديك الساعه المدير ديالك هو اللي عطاك الامر انك دير شي حاجه، ولكن شنو كتسمى شنو؟ انك تعلمتي فابور ببلاش، ما خلصتي تريال. المقاول شنو كيطرى ليه؟ انه كيفتح شركه وكياخذ هو القرار. الا مشى تفشل شكون اللي كيخلص؟ هو. الوغ انت فاش كتكون خدام عند الناس شنو كدير؟ كتاخذ تجربه وما كتخسر حتى حاجه. لو بيغ اخيب حاجه تقدر طرا لك شنو هي؟ وانهم يجريو عليك من الخدمه باش يقلب على خدمه اخرى. هذه هي اخطر حاجه كطرا. وكما كنقولوا ديما التجارب ديال الفشل ولا القائد الفاشل يقول لك لا راه هذاك قائد فاشل ما بغيتش نكون معاه. لا، نكون معاه ونستافد منه لو ماكسيموم، ونعرف علاش الناس اللي دايرين به ما كيحملوش، ونعرف علاش الناس ما كيسمعوش ليه، ونعرف علاش ما عندوش واحد الهيبه. نعرف داك الشيء كامل اللي كيدير اللي خلاه انه يكون قائد فاشل، وداك الشيء كله نقيدو عندي. انني كنستافد من الفاشل وكنستافد من الفشل اكثر ما كنستافد من الانسان الناجح. الانسان الناجح، حيت بزاف الناس كيقول لك سر النجاح، بغينا نعرفوا شنو هو سر النجاح. ولكن فاش كتجي تحلل كاع الناس الناجحين في الحياه اون جينيرال كتلقى كل واحد خدا طريق، كل واحد خدا طريق. هذا عنده طريقه نجحاته تقدر ما تخدمش لك انت، خدمات ليه هو. وهذاك عنده طريقه اخرى حتى هي نجحاته تقدر ما تخدمش لك انت. يعني انت شنو كتاخذ؟ كتاخذ غير فكره كتانسبير منها وتحطها عندك في الدماغ ديالك. غدا ولا بعد غدا كتحط في واحد لا سيتوياسيون كتكون عندك مجموعه الافكار، تقدر وحده فيهم تصلح تقدر ما تصلحش، تقدر جوج الافكار تمزج بيناتهم وتخرج لك فكره اخرى. داكور؟ يعني كما قلنا ديما نبدا باش نبدا كمستهلك. كنشوفوا هنا في دي اكسان بزاف الناس نهار الاولاني كيبغي يجي باش جي باش داير كيقول لك لا ما تقولش لي شنو ندير، انا بغيت ندير بوحدي. ما تقولش لي شنو ندير، انا عارف اش غندير. الوغ كو انت عندك تجربه كبيره في مجال اخر، ولكن فاش دخلتي لهذا المجال غنمزجوا النقطتين مع بعضياتهم. الاولى انك خصك تبدا كمستهلك، والثانيه خصك تبدا شنو؟ خصك تبدا من البدايه، ما تبداش من النهايه، تبدا ازيرو. وكيبقى شنو؟ الا كان عندك واحد الخبره تبارك الله اوكي مزيان، الوقت اللي غيخصك باش توصل للنهايه غيكون قصير، ماشي بحال واحد اللي ما عندوش خبره. كاين واحد اخر ما عندوش خبره غيبدا من البدايه، غتاخذ منه واحد العامين ولا 3 سنين باش يوصل للنهايه. ولكن انت الا عندك خبره خبي ديك الخبره ديالك، ولكن بدا من البدايه في الاول، حضر الراس وجلس اللور كون تلميذ وتعلم لو ماكسيموم شحال ما قديتي تعلم. دونك شنو قلنا؟ الاستهلاك قبل الانتاج. ما نقدرش نطلع العشرة وننقز الواحد والجوج والثلاثة والربعة والخمسة خليهم كاملين مورايا، خصني ضروري نبدا من الزيرو ونتم طالع بشوية بشوية. درجة درجة كيحمل الواد. حاجة واحدة اللي كتبدا من الفوق هي تسياق الطروش. كان واحد المثال دوى عليه واحد الدري زوين عجبني، قال لي هاد القضية فاش كتبدا من النهاية وكيكون عندك هاد شوية ديال التسرع وما كتاخذش الأمور ببساطة، كيطرى لك بحال داك الإنسان اللي كيتفرج في شي فيلم والصوت مخالف مع الصورة، الصورة كتبان لك والصوت جاي معطل، كتفهم شي حاجة ما كتفهم حتى زفتها. وداك الشيء اللي كيطرى لك تنتايا إلا مشيتي تدخلتي بواحد السرعة مخالفة وما بديتيش من البداية، بديتي بواحد السرعة شوية، يعني كتقول في الآخر بناقص من داك الفيلم، في آخر المطاف داك المشروع اللي بديتي ليه ولا العلاقة اللي بديتي ليها ولا أي حاجة بديتيها في حياتك كتلقى فيها مشكل. كتلقى مثلا في العلاقات الحميميه، ها كنجبد العلاقات الحميميه كيبانوا لي العينين طردقوا. السيد يلاه دا السيد يلاه جلس مع السيده اول مره، السلام كي دايره بخير، دغيا دخلات معاه في الاولاد ودخلات معاه في... وهذه بالطبيعه ديال الراجل كيخاف من هذه الامور. هذه اي راجل كيما بغى يكون الا هو كيخاف من هذه الامور. خاصك تمشي معاه بواحد السرعه بشويه بشويه، بدا معاه بالبدايه بعدا عاد باش ندوزوا للنهايه. جبدتي لي الوليدات وجبدتي لي كلشي، خليه يدخل القفص الذهب وديك الساعه دو مع الاولاد كضحك. داكور مزيان اخ حتى من بعد ياك كتحلف عليا المدام. كاين هاد جوج نقط، ندوزو للنقطه الثالثه اللي فيها الهضره مزيان، اللي هي من النقط اللي اساسيين. داكشي علاش كنقولوا المقاول صعيب تكون مقاول. داكشي علاش كنقول العقليه ديال المقاول قليله عندنا في المجتمع ديالنا. حيت المقاول الدماغ ديالو سبحان الله العظيم كيكون مصوب من عند الله سبحانه وتعالى انه كيقدر يستحمل بزاف الامور دقه واحده، وماشي كاع الناس معطيه ليهم المقاول، ماشي كاع الناس يقدروا يخدموا مقاولين، فهمتيني؟ هذه فاش كندوي بزاف الناس كيفهموا
غلط كيقول لك واه نتوما بحال كتحتقروا الناس ديال الوظيفه الوغ كلا كل انسان داروا سيدي ربي في الدنيا هذه الا وعنده واحد الدور ديالو كيخدم وماشي كاع الناس معطيه لهم ديك المقاوله كاين اللي كيمشي كيفتح شركه فعلا كندو مخبزه كندو محل ديال المسمان كندو هذا خدام ولكن كتلقاه شنو فاش خدام راه مقاول ولكن في الحقيقه ديال الامر فاش كتشوف الامور ديالو كيفاش غاده كتلقى بانه خدام موظف عند راسه راه ماشي مقاول ديال بصح راه غير خدام موظف عند راسه والنقطه الثالثه اللي غندخلوا لها دابا اللي غندويو عليها هي اللي غتفسر لينا علاش المقاول ماشي غيجيو ماشي غيجيو ويكون مقاول من الاغلاط ومن المشاكل اللي كيعيشهم بزاف الناس وكيؤديو للفشل هو القدره على التاقلم كندويو على القدره على التاقلم يكون شافني الفقيه اللي قريت عنده في كتاب يكون عطاني شي سلخه بالكتاب اللي كنكتب ما علينا القدره على التاقلم النقطه الاساسيه اللي كندويو عليها هو حنا عايشين في واحد العالم اللي في تغير مستمر العالم اللي داير بينا غادي كيتبدل ما كاينش شي حاجه اللي ثابته في بلاصتها ما كتغيرش كلشي كيتبدل اللي داير بينا مشيتي غير البحر حطيتي رجلك في الماء الموجه اللي ضرباتك الماء اللي ضربك المره الاولى ماشي هو نفس الماء اللي ضربك المره الثانيه موجه بارده موجه سخونه هزيتي راسك شفتي في السماء مورا 5 دقائق هز راسك ماشي نفس السحابه اللي شفتي دونك كلشي اللي داير بينا غادي كيتغير وبارمي المشاكل اللي كيخليو بزاف الناس انهم كيفشلوا انه القدره على التاقلم ما كيقدروش يتاقلموا مع التغيرات ديال الامور اللي دايره بهم وهذا الشيء ناتج على شنو ناتج على ان عندنا واحد الصوره اللي درناها في دماغنا انني انفو غنبدا الامور غتبقى غاده بخير حتى حاجه ما غتبدل كلشي غيبقى غادي بخير الوغ كو لا اي حاجه بديتها الا وكيكونوا اخطار خارجيه واخطار داخليه ودوك هما الابتلاءات وهذه الدنيا والابتلاءات تابعين لنا حتى نبغيو نموتوا كون كانت الامور ميسره بخير غتسمى الجنه ما غتبقى سميتها الدنيا داكور الوغ الا بغيت انايا نمشي مزيان ونمشي بواحد الطريقه زوينه خاص تكون عندي القدره على ايش على انني نتاقلم مع المحيط ديالي والقدره انني اي لحظه نغير طريقه الخدمه ديالي وهذه النقطه هذه بارمي الامثله اللي كانوا كيعجبوني ديال بصح وشفناها غير مؤخرا هو لا كوب دي موند كلشي تفرج في لا كوب دي موند كلشي تفرج في المغرب ولكن كاين اللي تفرج في لا كوب دي موند بواحد الطريقه غير تفرج كمستهلك غير حكيم وكاين اللي تفرج وحلل داكشي اللي تفرج فيه يعني اي حاجه في الدنيا كناخذوا منها دروس اي حاجه في الدنيا الا وكناخذوا منها دروس كاين واحد الماتش اللي تقريبا في الدقيقه 60 ولا الدقيقه 70 المغرب خدا شنو خدا ورقه حمراء قلتوا عليه ولا ما قلتوش عليه شنو النقطه اللي عجبتني انايا في هذاك الماتش انه فاش المغرب خدا ورقه حمراء الكاميرا دارت للمدرب والستاف الستاف شنو كاعو هزوا يديهم من السماء المدرب اللي عنده عقليه ديال المقاول وعنده القدره ديال التاقلم كبيره بزاف اشنو دار ما كع ما سب ما والو دار عند صاحبه قال ليه دوي مع هذا قول لي يطلع الفوق دوي مع الاخر قول لي يطلع الفوق دوي مع هذا قول لي بدل البوز ديالو دوي مع الاخر قول لي بدل البوز ديالو في البلاصه بدل الاستراتيجي ديالو في البلاصه فكر كيفاش الخصم ديالو كيفاش كيلعب في البلاصه غير كلشي على حساب ديك اللقطه اللي طرات ليه اللي ما كانش دار بلا الحساب بتاتا يعني كنلقاو بان كاين مدرب اللي كيدخل بواحد الاستراتيجي وفي وسط الماتش كيشوف الخصم ديالو كيفاش كيلعب كيبدل الاستراتيجي ديالو كيتاقلم مع الظروف الجديده حيت القوانين كتبدل على حساب نتايا واش داخل نتا جايب سيف وجاي عندك الخصم ديالك بالفردي وغتقول لا صافي غنضربو بسيوف غنضربو بسيوف واخا جاي مع الفردي خصك تاقلم خصك تبدل نتايا كاين بعض المدربين اللي عندهم واحد النوع من الانانيه انه دار واحد الخطه خصو يكمل بديك الخطه حتى الاخر ما كيبدلهاش واخا كتبدل بزاف ديال الظروف دايره به فهمتيني وهذا الشيء كنشوفوا عندنا هنايا في الشركه ديالنا هنايا كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي عندهم قدره ديال التاقلم كبيره وخير دليل هو ان كاين بعض السميات اللي من 2016 وحنا باقي كنسمعوهم بعض القاده من 2016 وباقيين هنا وكاين بعض القاده اللي كيبانوا في عويه من العام اللي مورا ما كنبقاوش نشوفوهم فهمتيني كاين ثاني مثال بالنسبه للقضيه ديال القدره ديال التاقلم اللي هو مثال زوين بزاف هو الشركه ديال نوكيا كلشي كيعرف نوكيا ياك شكون كان الطوب ديال التليفونات شحال هادي نوكيا انا كانت عندي الفرصه انني قريت عند ديريكتور ماركتين ديال نوكيا 2017 قريت عنده في القسم وسولته هذا السؤال قلت ليه استاذي شنو السبب اللي خلى نوكيا تفون شنو قال لي الانانيه في القرار ديال البريزيدون ديال مول الشركه ديال الكبير ديريكتور جديد ديريكتور جينيرال ديالو هي اللي دوينا على دابا الانانيه في القرار انه شنو كان كيقول لهم كان كيقول لهم بان المستقبل ديال التليفونات هو الاوديو وسامسونج وايفون كانت كتقول بان المستقبل ديال التليفونات هو التاكتيل هو مشى جاو عنده قالوا ليه راه اش كاين قال لهم لا انا درت خطه غنتبع الخطه واخا كلشي اللي داير بيه كيتبدل العالم داير بيه كله كيتبدل ولكن الانانيه في القرار ديالو بقى شاد في القرار ديالو ما بغاش انه يتقبل الفكره انه يقدر يكون غلط خليني نبدل خليني نتاقلم مع الجو ديال برا شنو طاري اشنو طرا فاش لونسات ايفون ولونسات سامسونج التاكتيل لقى راسو بان المبيعات ديالو ما بقاتش ولقى راسو بانه الا بغى يديفلوبي حتى هو تليفون تاكتيل خصو واحد العامين 3 سنين حتى 5 سنين والدليل على ذلك ان نوكيا شنو غبرات من السوق
السوق مده طويله ومشات كتقاتل على اليمين على اليسار سني كونطرا مع جوجل باش يلا دير حتى هي واحد ليكرون تاكتيل وترجع للسوق. وشوفوا الاوديو فوق جا مورا التاكتيل، التاكتيل سبق هو الاول وعاد موراه بسنين عاد جا الاوديو. يعني هنا هادو جوج الامثله زوينين ديال واحد اللي شنو دار، ما عندوش الانانيه اتخاذ القرار، انه عنده واحد الاستراتيجي لعب بها اللي هو الركراكي، غير الاستراتيجي ديالو في وسط الماتش على حسب شنو، على حسب المحيط شنو طاري وعلى حسب القوانين كتبدل كل نهار. داكور. وعندنا المثال الثاني ديال الفشل اللي تاهو كنستافدو منه، ديال قرار اناني وما بغاش يجاهد في نفسه ويعتبر ويتقبل الفكره بانه نقدر نكون حتى انا غلط. كلشي كيغلط ولكن شكون اللي مريقل هو لانه اللي كيغلط وكيتسارع انه يصلح الغلط ديالو بسرعه وكيكمل الطريق. داكور. ولكن كاين واحد المقوله شهيره كيقول لك في امريكان نو وين يور بيتن، خاصك تعترف فاش كنت هزمتي، لان الهزيمه هي راه فيها 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 دروس. ولكن المشكل هو انك الا مشيتي تبقيتي غادي لقدام وبغيتي تعترف بانك تهزمتي كتقدر توصل لواحد الدرجه انك ما بقى عندك ما تجمع. على الاقل الا اعترفتي انك تهزمتي راه تجمع شي شويه الشظايا وغتبدا عاوتاني من جديد. داكور. واحد النقطه جميله جدا وهي النقطه اللي غنختموا بها، زربت عليكم اليوم ما درت لكم داكشي بعجاله، وهو شنو كنسمعوه ديما والعالم كله كيدوي عليه وكاين قليل الناس اللي كيحلوه اون بروفوندور بالعمق ديالو كيعرفوا فين التاثير ديالو على الدماغ ديال الانسان، اللي هي العقليه السلبيه. العقليه السلبيه والتاثير ديالها على الناس، وبزاف الناس كيدخلوا في مشروع ناجح جدا 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 هي ولا لا ما كيزيدوش لقدام بسبب شنو؟ بسبب العقليه السلبيه. وهادشي كنشوفو دائما كنجلسو مع الاصدقاء ديالنا، الدوله ما خداماش، كثرت القوانين، كثرت الضرائب، ايوا كاين كثرت القوانين وكثرت الضرائب وكيمتفقين. وكيفاش هذاك السيد داير لاباس؟ معليش ما كيخلص الضرائب؟ حتى هو كيخلص الضرائب، وحتى هو عايش في نفس البلاد اللي عايش فيها نتايا، وحتى هو نفس الدوله اللي حاكمك حاكمه حتى هو. ولكن كنقولها ديما، كنقول كاين بعض الامور في الحياه اللي عندنا فيها لا مام باش نديرو شي حاجه، وكاين بعض الامور اللي تعطات لينا ما عندناش فيها الاختيار بتاتا، ومن هاد الامور هما الوالدين. كنت باقي نعقل باقي كنقرا بزاف ديال الاصدقاء ديالي كيتشكاو من الوالدين ديالهم، كنقول لهم ديما الحاجه اللي كتشكى عليها كتشكى منها وما تقدر تغير فيها والو ما تبقاش تدوي عليها بتاتا، خذها كما هي حمد الله وشكره. كما بغات تكون زوينه خايبه خذها كما هي. كاين بعض الامور اخرين اللي عندك فيهم تحكم اللي تقدر تغيرهم وتقدر تخدم عليهم. داكور. اما باش تبقى تشكى 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 كتكون شنو كدير؟ كتجري على الناس اللي دايرين بك، حيت الناس عندهم واحد القدره ديال الاستحمال شويه على قد الحال. ابار لا تحتي مع شي واحد اللي تاهو كيتشكى انت تشكي عليه وهو يشكي عليك، كتوليو اصدقاء الى الابد، كتبقاو تلاقاو في القهوه ولا كتحفروا راس الدرب كتبقاو تشكيو على بعضياتكم. اما الانسان اللي عنده هاد لا مونطاليتي ديال كنتشكى عمرو ما كيزيد لقدام. العقليه الناجحه هو انني فوقاش ما كنطيح كيتحط واحد المشكل قدامي كنجلس وكنحلل داك المشكل، عندي عليه ليد ما عنديش عليه ليد، نقدر ندور عليه نقدر نواجهه نقدر نلقى ليه الحل، وكنقلب انا والفريق ديالي على الحل ديال هذا المشكل. الا كان شي حاجه اللي مفروضه عليا اوتوماتيكمون شنو كنرجعوا للنقطه الاولى هي القدره ديال التاقلم، كنتاقلم مع داكشي اللي عطاني سي دار. كاين شي امور اللي ما عنديش فيها ليه. داكور. اوكي كاين الناس اللي كيخرجوا وكيديروا ضرائب وكيديروا هذه واضرابات والمسائل وكيغوتوا، ولكن التغيير كيجي على مده طويله ونتسنى انا 15 عام 20 عام تيكون التغيير عاد باش نوض نبدا نخدم شحال ضيعت ديال الوقت. داكور. اي حاجه في الدنيا بديتها الا وغيكون فيها بعض المشاكل، الا وغتكون بعض السلبيات لداخل، ولكن خصني انا نعرف نغير النظره ديالي للامور. حيت كاين واحد السيد كان كيعجبني كيقول لك فوقاش ما كتكون شي ازمه كاين الناس اللي كيديروا لاباس في ديك الازمه، وفاش كنرجعوا لهاد الازمه هاد القضيه هادي كترجع كامله للعقليه ديالك. حيت فاش كتغير العقليه ديالك السلبيه كتردها ايجابيه، كتولي انت في وسط الازمه وكتقلب على شي اوبورتونيتي كتقلب على شي فرصه. كاين الناس اللي كيجمعوا فلوس وكيخبيهم وكيتسناو الازمه، حيت فاش كتجي الازمه الناس كيتازموا وكيبداو كيبيعوا بثمن رخيص، هو كتلقى شاري هنا وشاري لهيه وشاري هنا وشاري لهيه وسط الازمه. الوغ كو شنو ديما كنرجعوا لا مونطاليتي والعقليه. كنا دزنا انا جايك دزنا التجربه ديال كورونا، بزاف ديال الناس اللي بداو اش كيديروا كيبيعوا في الكمامات ويبيعوا في هذا ويبيعوا هادو، عقليه شنو هي اللي بغيتي تقول؟ هذا عنده عقليه شنو؟ عنده عقليه ايجابيه 100% وسط ديك الازمه كامله كيفكر على فرصه كيفاش يخرج رابح. لا ما كنعيش الدور ديالي كانني ضحيه، ربي عطاني القدره انني نتخذ القرار وانني ناخذ خطوات يا اليمين يا الشمال يا القدام يا اللور. الا عشت حياتي كامله كانني ضحيه ما غنزيدش لقدام وغنكون عبء على راسي وعبء على الناس اللي ضارين بي. مي الا خديت الحياه ديالي من الكشاف وبديت كنسوق فيها كما انا بغيت نسوقها راه غنزيد لقدام وغادي نطور من راسي ونطور من ذاتي وغنكون نعمه على راسي ونعمه على الناس اللي ضارين بيا كاملين. داكور.
داكور إعادة لشنو قلنا من البداية، أخطاء قاتلة، خطر الموت، ديروا على هذيك المثلث الأحمر، داكور، أخطاء قاتلة، دوينا على أربعة ديال الأخطاء، وهاد الأخطاء كاملين إلا لاحظتوا بأربعة بيهم وحدة لاصقة مع الأخرى، ما كاينش شي وحدة اللي واقفة بوحدها، وحدة لاصقة مع الأخرى ووحدة كتأثر على الأخرى، يعني ما يمكنش نطبق وحدة في حياتي وننسى الأخرين، راه كنطبق وحدة كدين الأخرى، كاينة ولا ما كايناش؟ بالنسبة لهاد اللقطة ديال العقلية السلبية، كان واحد السيد عطاني واحد المثال زوين بزاف في هاد النقطة ديال العقلية السلبية، كان قال لي شوف سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى ما استحملش السلبيه ديال بني اسرائيل. كيفاش بغيتينا حنا بشر نستحملوا السلبيه؟ بني اسرائيل فاش خرجهم سيدي ربي من مصر من عند الفراعنه، ياك اش بداو بداو كيتشكاو، وشنو قال لهم موسى؟ قال لهم غنديكم الارض المقدسه، وعدهم بها. وشكون وعدهم بها؟ الله سبحانه وتعالى اللي وعدهم بها، قال لهم ديالكم. والطريق كامل اش كيديروا؟ كيتشكاو. بغينا الماكله، لا ما عجبتناش الماكله، جبنا مائده من السماء، لا جبنا هذه لا جبنا هذه لا جبنا هذه. اش دار لهم سيدي ربي؟ حرم عليهم الارض المقدسه 40 سنه. هذا المثال هذا كيحمقني، هذا المثال هذا كيسطين كيبينك بان حنا كبشر راه ربي ما عزيش عليه الانسان اللي كيتشكى، كيقول لك هو الله سبحانه وتعالى فوت عليك الناس ما دلا اكزاكتوم. يعني الانسان يحاول ديما يحمد الله سبحانه وتعالى. ام عائشه اش كتقول لي؟ ديما كتقول لي لا تتمرضوا فتمرضوا، صافي الحمد لله وليدي الحمد لله وليدي. كتمشي عندها كتلقى مسكينه يلاه دوزت لي زناليز ومريضه وما عندهاش فلوس تقد الدواء، كتقول لك وليدي الحمد لله بخير، الحمد لله حمد الله وشكر راني بخير مرتاحه وكلشي مزيان. والانسان اللي كتلقاه سبحان الله العظيم ربي عطيه بزاف ديال النعم وكيتشكى كيتشكى ما كيتمتعش بالنعم اللي عطاه سيدي ربي، وما كيزيدش لقدام. وكما كنقولوا راه كيكون واحد الطاقه سلبيه كتخرج من عنده، راه كتاثر على 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 هاد لاصال كلها، راه يقدر يدخل غير هنا يبدا يدوي راه ياثر على كلشي، كلشي يخرج مغوبش. كنتي انت ناشط بخير، شو دابا كتضر الناس بطريقه غير مباشره، حيت حنا كبشر كل واحد فينا الا هو عنده واحد الطاقه دايره به. يعني فاش كنجلس معاك كندوي معاك هضره زوينه، علاش كنقول ابتسامي في وجه اخيك صدقه؟ راه ابار صدقه راه كنعطيك الطاقه الايجابيه، راه كنصيفطك ناشط، فهمتيني؟ وتا انا كنمشي ناشط. ولكن فاش كتجي انت كتجلس حدايا وكتبقى عليا، انا راه كنقول لهم ما كنحملش مالين الطاكسيات. شوف مالين الطاكسيات، شوف حنا ديما ما كنجينيرالي ما كنعموش، التعميم ما كاينش، ما عندناش عندنا التعميم، ولكن كاين حالات اللي كثيره داكور. وانك تطلع مع مول الطاكسي كيبدا لك وما بلاد ما تزفتها وتر عرفتي واحد خاينه في الطريق اش داير ليا وما عرفتش اش داير ليا واش داير ليا. الا ركبتي معاه 10 دقائق تيق بيا انك خاصك واحد سيمانه ولا جوج سيمانات باش تنقي دماغك من ديك الطاقه السلبيه اللي لصق فيك داك السيد في 5 دقائق 10 دقائق. والناس ما عارفينش القيمه ديال هذا الشيء، ما عارفينش الخطوره ديال هذا الشيء، فهمتيني؟ علاش راه ما يمكنش، راه كتكون كاين شي ناس اللي عايشين حياتهم وما عارفينش هذا الشيء. هذا المثال هذا ما كاينش مثال احسن منه، داير بحال طارو الزبل، غادي كيتمشى كيطلق مع فلان كيرمي عليه شويه، طلق مع فلان رمي عليه شويه، طلق مع فلان رمي عليه شويه، وكيجمع داك الشيء كامل في الاخر كيدخل الدار عند با ومو ولا عند وليداتو وكيرميه هو داك الشيء على وليداتو. الوغ كو لا نحيد مني هذا الشيء انا الاول، حيت كاين اللي دابا كندوي وكيقول لفلانه لا شوف انت راسك هو الاول، نحيد مني هذا الشيء هو الاول. من فوا غنحيد مني هذا الشيء اوتوماتيكمون ما غنبقاش نستحملو من عند ناس اخرين، انت الا حيدتو مني انا بعدا ما غنبقاش نستحملو من عند ناس اخرين. مي الا كان فيا انا راه غيجي شي واحد يرمي عليا السلبيات انا غنرمي عليه السلبيات وغنبقاو تما، فهمتيني؟ ولكن الا حيدتو مني انا غنولي نحس بالفرق. فاش كندوز نهاري كامل زوين بخير كنسمع غير الحاجه الزوينه، كنسمع غير الحاجه الطيبه الكلمه الطيبه، نهار كنتلاقى مع شي واحد يلاه كيبدا كنقول يسمح لي واحد دقيقه انا جاي كنمشي فحال هادشي، ماشي ضروري نضرو ولا نعايرو ولا نسبو ولا نعطيه درس، لا حيت الا عطيتو درس غنخرج واحد الانيرجي الباتري ديالي فيها غير شويه، فهمتيني؟ كنعطي غير الناس زوينين، علاش انا غنعطيه درس ونضيع الباتري ديالي؟ رجع للدار ما غنلقاش الباتري ديالي تقاداش ما نلقى ما نعطي لمرتي، هذا دو معايا نقول لها باغي نتفرج في المات. الوغ كو سيدي ربي عطانا واحد شي شويه ديال الانيرجي اللي خصنا حنايا نخدموا به، داك الانيرجي نخدموا بها من الصباح حتى للعشيه، ندوز بها النهار ديالنا كامل، نفرقوا ما بين شنو؟ ما بين الخدمه ديالنا، ما بين الاهل ديالنا، وما بين الخير اللي كنتي باغي دير الخير، ما بين في سبيل الله، وخصك تنظم الانيرجي ديالك. الا كنتي انتيا ما عندكش النظام في الانيرجي ديالك، مشيتي مثلا للخدمه عطيتي كلشي في الخدمه غترجع ولادك غيجيو عندك ما عطيتيهمش الوقت، ما غاتقدرش تعطيهم الوقت. ولكن فاش كنت كتنظم الامور ديالك كتولي ديك الانيرجي انتيا متحكم فيها، انت اللي متحكم فيها، وكل واحد كتعطيه حقه وتخلي للناس الاخرين حقهم، ما كتفرط في حتى واحد. داكور هاد القضيه ديال الانيرجي ديال الطاقه، الناس اللي قراو علم الطاقه راه موضوع هذا هو اللي جيتي تدخل فيه راه مشيتي. كاين ديك اللقطه ديالاش ديال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هاد القضيه هذه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها جوج ديال الامور، هي كاين واحد القضيه علم الطاقه فسروها الناس ديال علم الطاقه بواحد الطريقه، وكاين الناس ديالنا حنايا هو انه العين وهذا، والعين حق حنا كنامنوا بداك الشيء ماشي ما كنامنوش به. بنادم يستر بغى يوصل شي حاجه بغى يدير شي حاجه في حياته يستر، ولكن في علم النفس شنو كيقول لك؟ كيقول لك عندك فكره بغيتي ديرها، فاش كدوي عليها بزاف كتوهم لدماغك بانك درتيها وما كيبقاش عندك الجهد باش ديرها.
تسخي راسك بان عندك غير شويه ديال الطاقه، الا ضيعتي 50% في الهضره بقات لك غير 50% في الفعل. الوغ ما احسن تضرب واحد 100% ديال الطاقه ديالك تستثمرها في الفعل وتسد فمك، ولا انك تبقى تهضر على شنو غادي ندير بلا ما ديرو. اخر المطاف كتلقى راسك ما بقاش عندك الجهد باش دير داكشي اللي كنتي باغي ديرو، حيت دويتي عليه بزاف. وهذه بزاف كطرى لنا كاملين بزاف الحوايج اللي كنا باغيين نديروهم ولا كنبقاو ندويو عليهم. كتمشي كدوي مع الاخ ديالك كتقول ليه بغيت ندير هذا الفيلم هذا، انت كتشوف شوف هذا البروجي هذا، كيقول لك ناضي. باش كتحس بواحد لا ساتيسفاكسيون، عجبك الحال حيت قال لك ناضي. شنو كيطرى لك؟ دماغك كيسحب لي راه درتيها، دماغك راه فرح صافي سحب لي درتيها. كتمشي عند ود دربكم كتعاودها ليه، حتى هو راه بغيت ندير واحد البروجي اش كاين، كيقول لك مزيانه ناضيه. الدماغ ديالك كيتشبع بداك الدوبامين وكيقول صافي راه درتها، واقيلا راه نجز صافي راه درت. ما كتبقاش عندك الجهد باش دوز للفعل باش ديرها. يعني شنو؟ سد فمي، سولو الفران قول له ملي كتدخل لك العافيه قال لهم من هنا. مزيان فعلا مزيان. نديرو ريكاب حنت السيده يلاه دخلات. داكور قلنا البدايه من النهايه، عمري ما نبدا من الاخر. داكور نبدا من البدايه كما كيبداو كاع الناس، فهمتيني؟ كاين واحد ليكسبريسيون بالفرنسيه كيقول لك نسي با دغي انفونتي لا رو، الناس اخترعوا الرويضه، ما تجيش انت تحاول تختار شي حاجه اخرى. الرويضه خدامه، علاش باغي تختار حاجه اخرى؟ الرويضه راه ديجا خدام. كاين بعض لي بروسيس اللي نبداهم كما بداوهم كاع الناس، فهمتيني؟ وهذا الموضوع ديال فعلا كنا دوينا عليه مؤخرا، ديال كاين اللي كيقول لك باغي ندير مشروع ولكن خصني شي فكره ناضيه. واسي محمد راه ما كاينش شي واحد كيبدا بفكره ناضيه، كتشوف فكره اللي ديجا خدامه وكتبداها وانت كتبدا كتضرب موده وانت خدام كتروش شويه، عاد كتبدا تطور فيها وتخليها ناضيه. ما كاينش شي شركه من الشركات العالميه الا وبدات بان بروسيس اللي ديجا خدامه به شركه اخرى. نبدا بشي حاجه اللي ديجا داروها الناس، نستافد من الناس اللي قبل مني. وسبحان الله العظيم راه كاين تجارب ديال الالاف ديال السنين مكتوبه فاش الكتوبه، ولكن حنايا قنس كاموني والله العظيم. اش كيقول لك؟ انا نقول لك نعطيكم واحد المثال غيجيكم بيزار غيجيكم غريب. شنو قال لك الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى كيقول لك مال والبنون زينه الحياه الدنيا، ياك؟ عز حاجه عند الانسان المال والبنون. نخليو المال في الثقه، غندوي لكم على البنون. عز حاجه عند المراه وعند الراجل موليدات، وباغي يشوفهم يكبروا زوينين ويكبروا ناجحين ويكبروا فرحانين، ياك؟ كاين شي واحد عنده تجربه في تربيه الاولاد؟ واحد ما عنده تجربه في تربيه الاولاد قبل من الزواج؟ ما كاينش اللي عنده تجربه في ابار بعض الحالات قلال اللي كتلقى ربا خو ولا ربا بتخالته ولا، ياك؟ من الاغلبيه ما عندوش تجربه في تربيه الاولاد. شحال كاين من كتاب ديال تربيه الاولاد؟ الالاف ديال الكتب ديال تربيه الاولاد والعقليه ديال الطفل الصغير وكيفاش. كاين شي واحد كيقرا داكشي؟ عز حاجه عندك في الدنيا تستثمر شويه الوقت شويه المجهود باش تخرج زوينه وتتمتع بها من بعد؟ لا، خلى الحسن الثاني قال لك لا لوا دي موان دغي فو، اقل مجهود. هذا هو العجز اللي فينا حنا كبشر، نبغيو نديرو ونبغيو نشوفو ونبغيو ولكن باقل مجهود. حتى واحد ما باغي يبذل شي مجهود. وبنفس الطريقه عاوتاني المال، كيفاش ندير الفلوس نستثمر الفلوس ندير لاباس؟ الاف ديال الالاف ديال المئات ديال الالاف ديال الكتب اللي فيها خبره ديال البشريه كامله. كاين كتب من اغنى الحضارات اللي كانت في التاريخ هي الحضاره البابليه، معروفه كانت وصلت واحد المرتبه ديال الغناء الفاحش. بابل كاين كتبه كيدويو على مستثمرين في الحضاره البابليه. كاين شي واحد كيقراهم؟ هذا السؤال هذا ما نكذبش عليك، علاش بقيت كنسول هذه الاسئله؟ حيت شويه لقيتها كنت غنحيد حوايج ونخرج الزنقه، بقيت كنقول علاش. من لي ميستير ديال الدنيا اللي عايشين فيها سبحان الله العظيم. دونك البدايه من النهايه، نحاول نبدا من البدايه ما نبداش من الاخر. داكور نبداو من لو بوين دو ديبار اللي هو النقطه الصفر. وفي البدايه فاش نبدا نحيد الكاسكيطه ديالي كما بغات تكون، جيت مدير شركه ولا استاذ في مدرسه ولا انجينيور ومهندس ولا ما عرفت شنو، جيت لدومين اخر نحيد الكاسكيطه ديالي ونلبس الكاسكيطه ديال التلميذ ونبدا من الزيرو. وديك الكاسكيطه ديال التلميذ راك ما غطولش بها الا كانت عندك خبره كافيه من بعد. كاين ديك الكاسكيطه ديال التلميذ غيضرب بها عامين، كاين اللي غيضرب بها غير 5 شهور غيحيدها وغيعاود يرد الكاسكيطه ديالو. داكور دونك خصني شويه ديال الجهاد. هذه النقطه بدات خاصها شويه ديال الجهاد في النفس. كاين بزاف الناس اللي كيوصل ل 40 عام وكتقول ليه بدل المجال، كيقول لك لا. علاش؟ النقطه الاساسيه انه ما يقدرش يجاهد في نفسه ويرجع تلميذ ويبدا من الزير. داكور الوغ البدايه من البدايه ليست من النهايه. الاستهلاك قبل الانتاج، قبل ما ننتج اي حاجه خصني نستهلك ونحاول نكون مستهلك حكيم، نحاول نكون مستهلك اللي عنده حس ديالاش ديال التحليل. داكور نحلل اي حاجه استهلكتها، والاستهلاك ما فيهش السلبي وما فيهش الايجابي، كلشي بحال بحال. السلبي كنستافد منه والايجابي حتى هو كنستافد منه. داكور استهلكت شي حاجه معلومات من عند انسان فاشل كنعرف الامور اللي ما خصنيش نديرها باش ما نفشلش، استهلكت شي حاجه من عند شي واحد ناجح كنعرف الامور اللي خصني نديرها باش ننجح. داكور بالنسبه للقدره على التاقلم نقطه اساسيه، حاولوا نخليوها داكور هذه من النقط اللي زوينه بزاف. نحاول نديفلوبي فراسي ديك القدره على التاقلم، وهذه حتى هي مربوطه بداك العجز اللي فينا. انه شوف ما كاينش شي حاجه دائمه في هذه الدنيا، ما كاينش شي مجال. كاين بزاف الناس اللي دخلوا لشي مجال وكيديروا فيه الفلوس بزاف ولكن ما عندهمش ديك القدره ديال التاقلم اللي كيخليهم انهم كيفشلوا من بعد. مي سبحان الله العظيم في هذا
هذه النقطه ما كناش كنشوفوها في السنوات الماضيه ولينا كنشوفوها في هذه السنوات بزاف بواحد الوتيره كبيره، ان غير تليفون كان كيعيش عام عامين ولات مده الحياه ديال التليفون 6 شهور، وواحد الوقيته غتولي التليفون كيضرب غير 3 شهور، كل 3 شهور خرج تليفون اخر. وكاين الحياه اون جينيرال ولات مده ديال الحياه ديال الحياه ديال بزاف الامور تبدلات. الصداقه شحال هذيك انت كتصاحب مع شي واحد ولا انت كتصاحبي مع شي مرا كتضربي انت وياها 10 سنين عاد كيطرموا بيناتكم شي مشكل وكتخاصموا. دابا ولات الصداقات ديال عام عامين جوطابل. دونك الانسان خصو يربي في راسو هذه القدره على التعقل، نتاقلم مع الامور اللي دايره بيا. العالم كله كيتبدل، الموازين كامله كتبدل. 2023 كيقول لك كاينه ازمه، اوكي ماشي كاينه ازمه ولكن راه كاين الموازين ديال العالم كامله كتبدل. الاورو كيطيح، اوكرانيا، روسيا، الاقتصاد العالمي كله كيتبدل. فهاد لي سيركونستانس كاين الناس اللي زادوا لقدام وكاين الناس اللي رجعوا للور، كاين الناس اللي تاقلموا مع الجديد شنو الامور كيفاش ولات، وكاين الناس اللي ما تاقلموش وما يهبط. داكور، القدره ديال التعقل مهمه بزاف. العقليه السلبيه ابتلاء ليا وابتلاء الناس اللي دايرين بيا. ما كانش شي فنيده ديال البوزيتيفيتي ولا ديال البهجه، تناو من هاد المشاكل والله العظيم. هذه من الامور اللي كتخليك ما كتزيدش لقدام بتاتا 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 بتاتا. كان شي واحد فيه الهضره السلبيه وفيه الشكوى بزاف، هرب منه وخلي بينك بينه 6 متر. الله يصبرك الله يصبرك. قال لي اجي سبحان الله العظيم كاين شي حالات عافاك، كاين شي ناس كيحطوك كيعطوك شي حالات اللي شنقول لك بحال كتحس فيهم نوع من التعجيز. شوف كاين بزاف ديال كاين بزاف ديال الامور اللي راه حنا كنكبروا شي حاجه، حنا كنكبروا الامور وحنا كنصغروهم. اجي نجيك من الاخر، كاين شي حوايج اللي كتقول واه هذه واش راه صغيره، راه ماشي شي حاجه، راه انت كتكبرها، عندك انت القدره انك تكبرها وعندك القدره انك تصغرها، فهمتيني؟ كنا كندوي على هذه القضيه واحد هاد المره، وواحد المثال زوين هو انك كتكونطرات لاي واحد هنايا تكونطرات لهاد القضيه هادي، وان السيور ديال الصباط فاش كتبغي تحلهم سيور جماد ما عندهمش العقل، كيفكروش، ما فيهم روح ما فيهم عقل، وكتجرهم بجد كيتزيروا، كتبقى مضارب معاهم واحد 5 دقائق حتى كيطلع لك الدو تحيد الصباط كتضربوا بها الحيط. شنو كيطرح لك؟ انت عطيتي القدره لواحد الجماد انه يتحكم فيك، انت كبرتي داك الموضوع ورديتي مع شناهو الور كو جماد. دابا انت غير جماد ما عرفتش تتعامل معاه، عيالات كسرونا خبطها مع الارض باش تحل، فهمتيني؟ يعني كتبقى ديما انت لا بيرسيبسيون ديالك، الرؤيه ديالنا حنا كيفاش دايره، فهمتيني؟ داك كطيح، كاين بزاف الناس كطيح في مشكل. هاد القضيه هادي صراحه انا تعلمتها من الوالد، هاد القضيه تعلمتها من الوالد ونفعتني في حياتي بزاف. الوالد فاش كنا صغار كنطيحوا في شي مشكل، بحال مثلا مضاربه، ضربت انا واحد السيد مثلا، مشينا للبوليس، كيعيطوا الوالد، كيجي الوالد ماشي مشاو للبوليس واو، لا السلام عليكم شنو المشكل، كيقلب عليه يحل المشكل، الغوات حتى من بعد، العاطفه والغوات وداكشي حتى من بعد، نحل المشكل هو الاول بطريقه بسيطه. شوف داكشي اللي وصلنا ليه راه وصلنا ليه، ما حتى حاجه ما غتبدل، فهمتيني؟ هذه بارمي الحوايج اللي كنت انايا في اليامات ديال القرايه ديالي ما كنحملهمش، كيركب معايا شي واحد في الطوموبيل، شي ديك الكلمه ديال كتقول لي وكون درتي بحال هكا كنحسن، عرف راسي اخر مره غنطلق مع داك السيد. الوغ كو لا، طحنا في مشكل دابا خصنا نحلوه، فاش نحلوه ونساليو ونمشيو نجلسو في قهوه ديك الساعه نحللو شنو كان يقدر يتغير. مي انا في وسط المشكل وانت كتقول لي وما كانش عليك دير بحال هكا كون درتي هكا واش كتعاوني نحل المشكل، لا كترمي عليا واحد السلبيه وكتزيد تكبر الموضوع اكثر ما هو، فهمتيني؟ يعني ديما نصغروا الامور، ما نخليوش الامور تكبر اكثر من القياس، ونشوفوا الامور بواحد الايجابيه ما نشوفوهاش بواحد السلبيه. بزاف الامور كطرا في الحياه، حمد الله وشكره، كانت مصيبه حمد الله وشكره، وخصك تاكد لداخل شنو كيقول لك علماء ديال الدين، كيقول لك لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. داكشي اللي طاري لك انت دابا راه كاين 100,000 سيناريو كان يقدر يطرا، وربي شافهم كاملين وخسر لك هذاك، حيت هو اللي خير لك. انت كون كنتي كتشوف الغيب كنتي غتشوف هذوك كاملين، وكنتي حتى انت غتخسر هذاك. يعني حمد الله وشكره وقول الحمد لله. بعض المرات كنشوفوا النقطه الزوينه مورا شهر مورا شهرين، بعض المرات كدوز على 5 سنين كنقولوا راه طرات الحمد لله مني طرات مني داز وكك سامرش. هذا ما كان، سمحوا لي زربت عليكم، داكشي كان شويه قصير اليوم ولكن هادشي اللي عطى الله. عندكم شي كاين شي اسئله؟ كاين شي عفاك انتاج الافلام، شنو معنى انتاج الافلام؟ شكون عرف هاد القضيه ديال انتاج الافلام؟ دوينا عليها المره اللي فاتت في المحاضره، شكون كان حاضر؟ ما كنتوش حاضرين، وراه هذيك هي حلاوتها، هذيك هي داكور. اسمع شوف هاد القضيه ديال انتاج الافلام كنا دوينا عليها في المحاضره ديال الخوف، هو ان كل واحد فينا مخرج، عفاك عفاك كل واحد فينا مخرج ديال واحد القاعه ديال السينما. فين كاينه؟ كاينه في الدماغ ديالو، داكور؟ يعني بلا ما ندويو على التجارب الجديده، عنده معك غير داكشي اللي كنعيشوه كل نهار، جالس كنتسنى شي واحد عزيز عليا يجي تعطل 5 دقائق. كاين النوع اللي كيدير الاخراج ديال واحد الفيلم زوين ما كيخافش، وكاين النوع اللي كيدير الاخراج ديال واحد الفيلم ديال الرعب وكتلقاه شاده الخلعه، هو السيد راه معطل على الصرف ديال مول الطاكسي كيقلب ليه على الصرف، وانت داخل في واحد الخوف اللي انت اختاريتي انك تعيش في داك الخوف،
علاش؟ حيت شنو درتي؟ درتي اخراج ديال واحد الفيلم ديال الرعب في دماغ. انت كان عندك الاختيار انك دير واحد الفيلم زوين. السيد راه واقيلا غير معطل شادو شي واحد في الهضره برا، واقيلا غير هادي، واقيلا غير هادي، عادي جدا. فهمتيني؟ كتعيط ليه ما كيجاوبش ولا تليفونه طاف، واقيلا ديشارج عليه التليفون. لا، اول حاجه كنفكروا فيها هي شنو؟ تشفر ليه التليفون، كسيده، الموت، الدم، نايضه. فهمتيني؟ هادي الا كنتي دخلنا لك بالله، نسولك واحد السؤال، الا كنتي انت دخلنا لك بالله غير في الامور الطبيعيه نورمال اللي كنعيشوا في كل نهار، كدير اخراج ديال الافلام ديال الرعب اوتوماتيكمون، راك ولفتي على افلام ديال الرعب. نهار غتبغي دير شي حاجه في حياتك، ولا تبغي دير شركه، ولا تبغي تمشي دوز اونتروتيا، ولا تبغي دير واحد المشروع، اوتوماتيكمون غيجيك في الدماغ فيلم ديال الرعب. ما غيجيكش في دماغك واحد الفيلم متفائل. وهادشي باش كيجي بالتدريب وكيجي بجهات في النفس. حيت كل مره كتحس براسك دخلتي في واحد سميتو، كتسول راسك واحد السؤال، واش هادشي طرا؟ لا، باقي ما طراش. هادشي شكون اللي اختار؟ حتى انا تخيلته في دماغي وصافي. البيات شويه ما يصحش كده، فهمتي؟ صافي كنبرد كنبدا ديك الساعه شنو كنذاك رومبلاسي واحد البروسيس واحد اخر. وفاش كنبغي رومبلاسي بروسيس اللي ديجا انايا كنخدم به حياتي كامله، تما فين كاين الصعوبه؟ خاص شويه الجهاد. كتاخذ مني واحد المده طويله باش ندخل في بروسيس جديد، اللي هو انني نبدل نوعيه الافلام اللي انا كنصنع في دماغي. داكور، وين فوا كنبدل هذه نوعيه الافلام كنلقى راسي وليت عايش واحد الحياه بخير، مرتاح، ترونكيل، فهمتي؟ شي حاجه زوينه، صافي نتفائل. وديك اللحظه فاش كتفائل نتايا، واخا كتكون غطره شي حاجه خايبه، راك عشتي التفاؤل مده واحد 5 سوايع ولا 6 سوايع، عشتي بخير. فاش كطرا ديك الساعه عيشها فاش طرات. اما عيش دابا اللحظه، اللحظه دابا ما كاين والو. بحال واحد السيد قلنا لي راه غتضرب واحد الازمه اقتصاديه العام الجاي، واش تبقى في ايفا من دابا؟ مابقاش كاين ناس، مابقاش كاين. واخويا خلينا نعيشوا دابا، فاش ضرب العام الجاي شوفوا واش غنديروا بها. خلينا نعيشوا دابا على الاقل، مابقاش نفكر في الازمه الاقتصاديه اللي غتجي من بعد. غادي عايش انا دابا، نعيش اللحظه، نستمتع باللحظه اللي انا عايشها دابا، داكشي اللي غيجي من بعد ان شاء الله غنلقاو ليه الحل. فاش تجي فوق ايتور غنلقاو ليه الحل. داكور. وكان هادشي كما قلت لك كتجيب باش كتجيب التمرين، كتجيب التمرين، راه ما كتجيش بين ليله وضحاها، راه بالتمرين. راه بزاف الناس اللي ما عارفينش القدره الخارقه ديال التمرين، والقدره الخارقه ديالاش ديال التكرار. راه كنت قلت لهم واحد النهار بانك انت فاش كتجي الى طورتي راسك غير بواحد في المية، واحد في المية كتبان لك لا، كاين اللي كتقول لي واحد في المية كيقول قليله بزاف واحد في المية. وانا غنعطيك واحد العمليه حسابيه درناها، انك فاش كتطور راسك الى طورتي راسك غير بواحد في المية في واحد المجال، ياك واحد في المية كل نهار، ونضبطتي على ديك 1%، وبديتي في 1 يناير في بدايه العام، في اخر العام في 31 ديسمبر، غتلقى راسك 36 مره احسن. تخيلي معايا غير 1% مع التكرار، شوف النتيجه اللي عطات. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ لاعب ديال الكره اللي كيضرب الكوفرات، الا جا كيطور راسو في الكوفرات غير 1% في النهار، في اخر السنه كيلقى راسو تطور 36 مره احسن من النهار الاولاني فاش بدا. داكور. يعني ما نبقاوش نحقروا داك المجهود الصغير جدا اللي كدير. انت مجهود صغير، كيقول لك بزاف الناس كيقول لك باش تمشي الحياه الصحيه بدا غير بتفاحه في النهار. هو هذا كيتمرقن بيه، كيضحك عليا دا تفاحه في النهار، وكاين لا تفاحه في النهار غتخليك تدوز لحاجه اخرى، ومن هذيك الحاجه اخرى غتخليك تدوز حاجه اخرى. يعني فاش كنبدا بحاجه ايجابيه كتانسبيرني ندوز الايجابي، كنبدا بحاجه سلبيه كتانسبيرني ندوز للسلبي. ضروري داكشي كيجر بعضياته، تراكم. وفي هذه الحياه باش نكونوا واقعيين، في هذه الحياه راه واحد الحرب لا منتهية، حرب حتى الموت. حرب ديالاش؟ حرب ما بين الخير وما بين الشر، ما بين الاجتهاد وما بين الكسل، ما بين كاين مربع ها هو ديال الارضيه ديالي، عندي مربع ديال الشخصيه ديالي، وهاد الشخصيه ديالي نديرها كخريطه. الى الاجتهاد ناض خدم، الكسل كيضعف. الى الاجتهاد ما خدمش، الكسل كياخذ بلوس دو تيريتوار، وكيولي شاد منطقه كبيره جدا في حياتي. داكور. سي كوم سا. الا خديتي واحد الجرده زوينه، الا كان مولاها ديما كينقي فيها راه بخير، غبر عليها مده سنه ولا مده غير شهر واحد، غتلقى ناض فيها دوك السوس في الجناب وداك. داكور. سي كوم سا في الحياه اون جينيرال، اي حاجه فوقاش ما الخير كينعس، الشر كياخذ مساحه اكبر. فاش الخير كيخدم الشر كيضعف اوتوماتيكمون. دونك انايا في حياتي وحده من جوج، يا غنخدم الخير فيا وللشهاد ونحارب داك الكسل. الا ما حاربتش الكسل وما اجتهدتش، غيبدا الكسل كيكبر، غتبدا النفيسه ديالي كتطغى عليا، غيكثر فيا الحقد، غيكثر فيا الحسد، غيكثروا فيا كاع الصفات الخايبين. علاش؟ حيت تكاسلت. والانسان اللي كيجتهد كيلقاه مركز على راسو، والانسان الكسول كتلقاه مركز على الانسان اللي كيجتهد
عمرو اديك علاش حيت مركز على راسك فعلا مركز على راسه هو الهدف الرئيسي ديالو في الصباح فاش فاق خصني ندير خصني ندير خصني ندير خصني ندير فاش كيتلاقى معاك انت درتي ودرتي ودرتي كيفرح كيتحمس كيمشي حتى هو يدير اما الانسان الكسول اللي جالس ما كيدير حتى زفته فاش كيشوفك انت كدير كتفكروا بانه مفرط كيحسدك كيغير عليك طن 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 كيدوزك حوايج اخرين والعياذ بالله المهم خلينا غف كيحسدك وكيغير عليك ولا ما ندوزوا للشيء الاخر داكور مزيان لا ما كاينش شي حاجه كتجي فابور في الدنيا ما كاينش شي حاجه كتجي فابور في الدنيا والو ما كاينش شي حاجه كتجي فابور كاين شي حاجه كتجي فابور منيح خلاوه اللبنانيين كيقولها بالنون منيح كلشي تمام كنشكركم على الحضور نهار كبير هذا شكرا بزاف سمحوا لي طولت عليكم ولا قصرت عليكم المهم كاين اللي جا داكشي طويل كاين اللي جا داكشي قصير